كما انه بدنا نرحب بالمعالجه النفسيه دونيس ابي راشد. اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. أهلا فيك. طبعا بهيدي الفقره المشاهدين صاروا بيعرفوا انه فيهم يتصلوا لحتى يشاركوا معنا او حتى يطرحوا اي سؤال ضمن الموضوع يلي نحن رح نحكي عنه. موضوع كثير مهم، بعرف انه هلا موسم اعراس ومهم كثير نعرف انه هل النعم قبل الزواج يعني بس هي مثل ما بيقولوا قبل ما نقول النعم يعني قبل الزواج هي مرحلة مهمة كتير، بس هو الحب كافي؟ يعني إذا حبينا شخص هيدا هو شخص يلي لازم نتزوج ونكمل حياتنا معه؟ هلأ كتير مهم قبل النعم بالزواج، لأنه اليوم بمرحلة الغرام كل شخص بجرب يفرجي أحلى صورة عنده إياها للآخر. أنا بشبهها شوي مثل وقتا نشوف دعاية لفيلم، يمكن بيفرجونا أجمل اللقطات وأحلى المشاهد، بس وقتا تفوتي تحضري مش بالضرورة يكون هيدا الشيء صح. نفس الشيء العلاقة بمرحلة الغرام فيها تبين كتير حلوة، ولكن ضمنا يمكن يكون في كتير أمور عايزين نشتغل عليها. هلأ وقتا نختار شريك العمر ما حدا بحب أنه ما يختار صح، ما حدا بحب يكون مخدوع، كلنا بنفكر أنه عملنا الخيار الصح. وهو بتشوفي تحضيرات العرس، بتشوفي الكوب قديه بيعملوا جهد، يعني قديه بحطوا جهد على العرس وعلى أنه ينجحوا هيدا النهار. ولكن قبل ما أقول نعم للشريك، هيدا النعم لمشروع حياة كامل، مزبوط. مشروع شراكة والتزام. كتير مهم فكر أنا قديش حضرت لهيدا المشروع، مش بس ليوم العرس وإنما لكل هيدا المشروع. يوم التحضير للزواج هو مرحلة جوهرية لازم تسبق الارتباط، لأنه يلي عم بيصير نسبة بعد ما يتزوج ونسبة الطلاق عم بتزيد. صحيح. والخلافات بتكتر، ونبلش نقول شو صار، يمكن لأنه ما عرفنا نسأل حالنا الأسئلة اللازمة أو ما أسسنا صح. مزبوط، في أسئلة كتير مهمة نعرف نسألها لحالنا ونحضر ونختار مزبوط قبل ما نقدم على هاي يعني خطوة. خلينا نساعد هلأ المشاهدين يلي عم بيحضرونا يلي قالوا نعم، بركي بيطرحوا على حالهم بعض الأسئلة اللي لازم قبل ما يقولوا نعم. قبل ما يقولوا نعم نعم. بس لا عليك كتير مهمة، إذا حدا قال نعم هلأ يرجع يفكر مثلا إذا بعد ما صار الزواج أحسن ما يخرب حياته وتروح حياته للدمار، أم يصير في طلاق ويكون في أولاد. فكمان معلش إذا واحد خاطب معلش إذا فكر كمان من بعد الخطبة، مش غلط. أكيد اليوم أول سؤال إذا أغلب الخاطبين خليني أقول إذا بنسألهم ليه بدكم تتزوجوا، نعم. بيقولوا لأنه بنحب بعضنا، وأنا برأيي هيدا أول خطأ. اليوم الحب منه هو أساس، ما بكفي، ومنه هو أساس للزواج، لأنه أنا ممكن حب شخص بس يمكن ما أقدر أعيش معه. مزبوط. الحب هو بالعكس نتيجة الزواج الجيد. صح. إذا العناصر الأساسية كلها كانت موجودة. هلأ بالنسبة للأسئلة، يعني شو لازم واحد يسأل حاله قبل الزواج، أنا اختصرتهم بخمس أسئلة أساسية. هلأ ليلي عم يسمعونا وبدهم يقدموا على هذه الخطوة مهم يسألوها لحالهم. أول سؤال، هل أنا والشريك عنا نفس المفاهيم معتقدات وقيم يعني مشتركة؟ أنا كيف بدي كفي حياتي مع شخص ما بيجمعني معه شيء؟ أكيد ما عم بحكي أمور حياتية يومية، نشاطات مثل أكل، رياضة، سفر، بل عم بحكي أمور أعمق من هيك. يعني أول شيء كتير مهم أعرف أنا شو بدي بالحياة، وأتزوج حدا بيشاركني أهدافي العامة. أهدافي يعني مثلا ما فيني يكون أنا عندي هدف إني أعمل عائلة وجيب أولاد، وأتزوج شخص ما بده أولاد أو ما بحب الأولاد. نظرتنا لعلاقتنا بالأهل، نظرتنا للعلاقة الجنسية، لإدارة المصاري، لتربية الأولاد، هو الأمور كتير مهم نكون متفقين عليها قبل. هذا أول سؤال. تاني سؤال، هل أنا والشريك عندنا القدرة بأنه نحب مظبوط؟ يعني أنا بعرف أول شيء حب حالي، بعرف حب حالي، يعني عندي ثقة بحالي، يعني ما ألغي حالي كرمال الشيء. يعني هل أنا ناطرة من الآخر يعطيني هوية ويخلق لي وجودي؟ لأنه هيدي بطلت علاقة حب، هيدي صارت علاقة تبعية. وهون بدي أقول النضج العاطفي أساسي قبل كل ارتباط. نعم. وإلا ما بقدر شوف الآخر على حقيقته. صحيح. بصير عم شوفه انطلاقا من الضعف يلي أنا عندي، بصير عم شوفه انطلاقا من الحاجة يلي أنا هو عم بيلبي لي إياها، وهيدي بتعمل مشكلة كبيرة. تاني سؤال، هل أنا بقدر، تالت سؤال، هل أنا بقدر أعبر للشريك عن أفكاري ومشاعري بأمان؟ بأمان يعني شو نوعية العلاقة اللي بتجمعنا؟ يعني إذا كانت جادجمي مثل ما بيقولوا، ما رح يحكم علي ولا رح يحكم على عائلتي إذا بدي أخبره مثلاً أخبار البيت مثلاً. صحيح، يعني هل في حرية؟ لأنه اليوم أساس التواصل هو الحرية والشعور بالثقة، يعني الشعور بالتأكد بأنه الآخر مش رح يحكم علي أو رح يقصصني إذا عبرت عن أفكاري أو مشاعري المختلفة عنه. كتير مهم تكون العلاقة هيدي المساحة المشتركة، أنا أقدر أكبر وإنما وعبر عن حالي بصراحة وبحرية وأتشارك مشاعري، ما ضل حاسة حالي تحت الاختبار أو تحت الحكم إذا قلت شيء معين، بل أقدر أنا بهيدي العلاقة يعني ما يلبسوا كفوف ويحطوا ماسكات يكون يعني صحيح. تحس حالة أنه مع شريك مثل خيّة مثل بيّة مثل يعني أنا بحاجة أكون حقيقية بهذه العلاقة لحتى تلاقي هذا أساس للعلاقة تقدر تعيش وللكوبل يقدر يستمر. نعم. تالت سؤال بدنا نسأل رابع
نحن عم نعدهم قد ما محمسين. لا كثير مهم وان شاء الله نلحق نقطع عليهم كلهم. هل انا بعرف حالي مزبوط، احتياجاتي، اولوياتي، تطلعاتي، وبعرف الشريك الاخر بكل ابعاده، يعني ببيئته، بمحيطه، ببيته، ولا انا شايفه جانب واحد من الصوره وبعدين رح انصدم بالجانب الثاني بعد ما نتزوج؟ كثير مهم يكون عندنا القدره بانه نقش على لوسيديتي بيقولوا، صحيح، ونقيم بموضوعيه ومش نجمل الامور ونشوف جزء منها، لا نشوفها كلها بكل حقيقه. يعني اذا هو عصبي مثلا، لا لانه عصب لانه كان في موقف، بس هو مش هيك، هو قلبه طيب، بس هو بيكون عصبي، بس هو بيكون عصبي. صحيح. ما بدي جمل، ما بدي جمل الامور. يعني مثلا انا بدي شخص يهتم فيني، هو بيكون عم يهتم فيني بس بعدين بيصير عم يتدخل بخصوصيتي، بعدين بيصير عم بيسيطر علي. كثير مهم شوفهم على حقيقتهم هول الاشياء، مش تحت تيتر انه هو عم يهتم فيني بقطعها. انا بالعياده في ناس بس يجوا عندي بقول لهم، بكونوا عم يتحضروا للزواج، بقول لهم بدكم تسموا لي 3 إلى 5 على القليله من اشياء مش ظابطه بالعلاقه او ما بتحبوها بالعلاقه. واذا الشخص ما قدر يقولهم يعني معناتها بعده بمرحله الوهم ومنه بالحقيقه. يعني بعده عم بيشوف الشخص بالصوره المثاليه، صح، وما عم بيشوفه بالصوره الواقعيه. انا كمان في شغله بدي اقولها، فينا مش ضروري نكون مثل بعضنا، اكيد في اختلافات طبعا، ولكن انا بقول نتفق كيف بدنا نختلف. يعني نتفق على كل هيدي الاختلافات قبل بوقت. واخر شغله خامس سؤال بدنا نساله لحالنا، هل انا مراهن انه في امور معينه بدي اياها تتغير بعد الزواج؟ لانه تنتفق اذا في امور بدها تتغير فهي بدها تتغير للأسوأ. لانه ما في انسان بيتغير، يلي عنده خصله ما بيتغير فيها. صحيح. فهون كثير مهم شوف قديش الشريك وانا مستعدين لهيدي الخطوه، مستعدين لهالالتزام، لانه خليني اقول انه زواج هو ارتباط، هو التزام، هو تغيير بنمط الحياه، وهذا تحدي كثير كبير. فهل الشريك هو مستقل وعنده القدره بانه يعمل هيدي الخطوه باستقلاليه، ولا بعده بمحلات اهله مسيطرين عليه، العائله كلها بتتدخل؟ فقديه هو مستعد لهيدا الارتباط، وقديه حقيقه في ثقه بيناتنا تحت لنعمل هيدي الخطوه سوا؟ قديه دون استخدنا وقت لحتى نكتشف ونسال هالخمس اسئله ونتاكد انه هيدا هو الشخص المناسب اللي معه بدنا نكمل حياتنا كلها؟ يعني هو مفروض بمرحله اللي نحن عم نتعرف عليها نكون حقيقيين ونسال لبعضنا، نتجرأ نسال لبعضنا. هو أسوأ شيء وقتا نحن بنقول انه ما بدنا نخسر الاخر، لانه ما بدي اخسر الاخر، او لانه انا خلص لازم اتجوز وبصير انه ما بدي افقد هيدا الامل. صح، يعني لانه في ناس بيفكروا انه اذا بدي افوت بكل هالديتايات والتفاصيل ما بتجوز. يعني مع كل شخص بدها تكون هالقد بركه نيقه او هو نيقه، بيوصل لمحل بركه ما بيتجوزوا. يمكن هذا مفهوم غلط. ايه، لانه افضل ساعتها ما اتزوج من انه فوت بزواج ارجع بعدين وبعدين ما عاد عارفه شو بدي اعمل. صحيح. قد ايه كمان مجتمعنا الشرقي ما بيخلينا نسال كل هالاسئله؟ خلينا نكون واضحين، يعني دائما انه البنت بدها ستره، بدها تتجوز وبدها تكون بقلب عائله، ومعلش امه لازم تتدخل وبيو لازم يتدخل والكل بده يتدخل. قد ايه بعدنا متعلقين بهالافكار؟ هلا ليك ما بخلينا نسال كل هالاسئله بوضوح. مظبوط، هيدا عم تقوليه 100%. وعم ندفع ثمنه كثير. مظبوط، ونسبه الطلاق عندنا اكثر من 40%. مظبوط. يعني بنرجع بنندم، بنرجع بعدين بنقول، بنرجع بعدين بننتفض، وبنرجع بعدين بنقول انا لو 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 ما، وبتصير اصعب. يعني طبعا حتى هو ذاته هالمجتمع الشرقي اللي بالاول عم بيقول غض النظر وما عليه وما تفكري بامور كثير، هو ذاته عم يرجع يقول طب شو فينا نعمل هلا؟ انا مستعد اعمل المستحيل بس بدي اخلص من هيدي المشكله. نعم. دنيز رح ناخذ اول اتصال معنا لليوم. الو. الو، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. فيني احكي مع دكتوره؟ طبعا عم تسمعك، تفضل. حبيبه قلبي، الكلام اللي عم تحكيه هو عبارة عن أنه بدأ رجل على المسطرة والألم، على المسطرة والألم، يعني مفصل تفصيل كتان، وبدها ما امرأة كمان مفصل. ألو، الاتصال عم بعدك معنا؟ ألو، نقطع الاتصال اذا في مجال، في يعني بس يمكن يرجع يتصل فينا، بس كانه فهمنا شوي. إيه. انه لا، انا بدي اقول له اكيد، لا اكيد نحن مش عم نقول انه بدنا شخص كامل، انا قلت اكيد في اختلافات بيناتنا، نتفق على الاختلافات. إيه، بدنا نتفق كيف بدنا نختلف، يعني ما بدنا نخاف نشوف الاشياء على حقيقتها، انه يا عمي في اشياء مش ظابطه، هي رح تعملنا كلاش بعدين. لا، يا اما يحكوا فيها ويحلوها قبل الارتباط. يعني هالاسئله اللي نحن عم نطرحها كمان للمشاهدين تيفهموها، انه هالاسئله اللي عم نطرحها نحن تنحلها، مش تنترك نترك بعضها، انه يتركوا الاشخاص اللي عم بيسمعونا بس تيحلوها هن قبل، لانه بدنا نعرف انه مشروع الزواج هو مشروع عمر.
مشروع حياة، مشروع التزام ومسؤولية، منه انه يلا على العميانة بتجوز لانه طالع على بالي اتجوز، هذا مشروع في مسؤولية، نعم، في تغيير حياة وهذا تحدي. صحيح. فلا اكيد بدي افكر فيه، بدي افكر فيه من كل جوانبه، من كل ابعاده، بس مش تفشله، تنجحه بالعكس. صحيح. اكيد يعني ما يفهموا علينا انه احنا بدنا حدا كامل، اكيد لا، ما حدا كامل اصلا، العلاقة هي مساحة مشتركة مثل ما قلت تنكبر نحن وننمى فيها بقلب العلاقة. يعني دنيس بمجرد عم نحكي عن هذا الموضوع وتنشرح أكثر للمشاهدين، كيف فيهم يعدوا هدول الكابلز وعن جد يطرحوا على بعضهم هدول الأسئلة ويشوفوا كيف الحل؟ ممكن يقعدوا مع بعضهم بحياة لقعدة هي تعبر بصراحة للشريك عن الأشياء يلي شايفتها منا ظابطة، نعم. مثل ما قلت مثلا يمكن عم يتدخل بخصوصياتي كتير، يمكن عم حس بده يأسرني، نفس الشيء الشريك يمكن في أمور ما بحبها عند الشريك يقدر يقولها بصراحة، يعني التعبير والحوار هو بدرجة أولى وسيلة. شغلة تانية مثل ما قلت نكون حقيقية، يعني ما نلبس ماسكات، ما بدي خاف، أهم شيء ما بدي يعني خاف. جلسة صراحة يسموها. في وقت معين قبل الزواج مطلوب أنه هيدا الكوبل يعيشوا قبل ما يقضوا مع هالخطوة الكبيرة الأساسية؟ هلأ بترجع لريتم كل كوبل، يعني في كوبلات بدون كتير وقت ليتعرفوا على بعضهم، لأنه بالأول بيكونوا بعضهم مثل ما قلنا بمرحلة الغرام، الشخص بيكون بعضه عم فرجي صورة معينة، وفي كوبلات بتحس إنه عندهم نضج عاطفي، عندهم نضج عاطفي معين، قادرين دغري يفوتوا بهال، يعني بترجع لكل لريتم كل كوبل. نعم. معنا اتصال آخر. ألو. ألو، مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا، مين معنا؟ محمد. أهلا وسهلا فيك محمد، دكتورة عم تسمعك، شو سؤالك؟ سؤالي لا حبيت أعلق بس على إنه محمد. نعم نعم تفضل. حبيت أعلق على إنه عم تقولي حبيت إنه لازم نتفق كيف بدنا نختلف. نعم. طيب نحنا بنسلم جدل إنه نحنا مثلا ما كان في يعني ما في خلاف أساسا، يعني إنه ما إحنا ما نحنا مثلا ممكن نحنا ما نختلف أساسا، كيف نتفق إنه نختلف؟ نحن الشريكين هو ما يختلفوا. شكرا لك على اتصالك. هلا رح تشرح لك الدكتوره وجهه النظر، يمكن بدها شرح شوي. إيه؟ شو قصدك بهالجمله؟ لا اكيد اذا ما في اختلافات هذا شيء كثير منيح، يعني الله يديم الوفق. اذا نحن شايفين انه نحن بكثير اشياء ضابطين مع بعضنا هذا شيء كتير حلو، ولكن بضل في أمور معينة نحن بالنهاية شخصين مختلفين. صحيح. كل واحد جاي من بيئة، كل واحد جاي من تربية، هول يلي الأشياء يلي مختلفة بيناتنا، مش المشاكل. بس خلينا نشرح للمشاهدين، الاختلاف مش المشكلة، الاختلاف هو يا طبع يا مزاج، يا طبخة أنت بتحبها يا طبخة هي بتحبها، ولكن أنتوا اثنيناتكم يعني بتحبوا هذا الشيء مع بعضكم، يعني الاختلاف مش ضروري يعمل خلاف. مظبوط. نحن بهمنا أنه الاختلاف يكون غنى بدل ما يوصل لخلاف. ناخذ اتصال اخر. الو. الو، مرحبا. بونجور. بونجورين. بقدر احكي مع الدكتوره؟ طبعا عم تسمعك دكتور دنيس. ايه يلا تفضلي. الو. اهلا. بدي اقول لك دكتور، انا مره مجوزه وعندي شباب، بس بدي اقول لك شغله، وقت البطل في قناعه عند المره، ووقت الرجال بمري كل شيء للمره، في حدود المرأة، في حدود المرأة لازم توقف عليها، والرجال مش دايما بقول ايه، لازم ايام يقول لا تضل مستمرة الحياة. والمرأة وقت اللي فقدنا القيم والتقاليد، اكيد مش عم برجع لورا كتير، بس كمان في حد ادنى من المعايير لازم يتقيد فيها الكوبل. حضرتك مدام يعني حما عم تحكي عن، لا مش عم بحكي عن حدا، بس عم شوف حوالي ليه زادت نسبة الطلاق. يعني نسبة الطلاق لا بقى في قناعة ولا بقى في محبة ولا بقى في، يعني المرأة ما بقى تمر إلى جوزة شغلة أو ما بتضحي تجاهه، أو بالعكس أو الرجال ما بقى يعني. لا بعض الأشخاص، وهيدا الشيء خلى الطلاق يزيد وخلى قلة تزيد. بس شو عم تطلع بمين؟ بالولاد. صحيح. عم تطلع بالولد وقت يشوف امه وبيه مش متفقين وطلقوا، خدع على مشاكل بالمستقبل، بيطلعوا مشاكل نفسيه. صحيح. عندهم يمكن اجرام، يمكن عندهم بيسرقوا، يمكن معقدين، ما بعرف هيدا الشيء، ما بعرف. بدي اسالها معي حق او لا؟
شكرا لاتصالك. هلا دونيز بدنا نحكي عن مرحله يعني بعد الزواج هذه الحياه بتصير. هلا هي اللي قالته مهم انه القناعه مزبوط القناعه مثل ما بيقولوا القناعه كنز لا يفنى يعني هذا شيء كثير مهم عند اثنين مش عند المراه بس صحيح. ولا بتصير خضوع لا القناعه هي مهمه عند الرجال وعند المراه نعرف نقبل الاخر مثل ما هو ما اكون متطلبه بمعنى انه بدي غير الاخر بدي اياه مثل ما انا مثل ما رسمته نحن حكينا عنها بحلقات سابقه الصوره تبع الشخص اعرف اقبل الشخص مثل ما هو بس اكيد عند اثنين عند المراه وعند الرجال وهيدا سر لواحد يكون مبسوط بحياته شك. صحيح اتصال اخر الو 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 مرحبا الو ايه اهلين نعم انا بدي اسال دونيز تفضلي عن العلاقه الجنسيه قبل الزواج هل ممكن تساهم بحل هالخلافات او ممكن تاثر سلبا اكثر على علاقه الكابل وتمنعهم من انهم يفكروا بخلافات اكثر بيناتهم شكرا لاتصالك هل يعني اذا سمعنا مزبوط هل العلاقه الجنسيه ممكن تكون ايجابيه ام سلبيه نعم قبل الزواج هون بترجع لقناعات الكوبل اكيد لقناعات كل واحد اذا هن يعني عندهم قناعه بانه هذا الشيء بدهم يختبروه ومنهم عايشينه غلط خصوصا نعم. بالمجتمع اللي نحن فيه اكيد ساعتها بدها تكون ايجابيه وانما وخصوصا اذا كانت عم تنعاش بقناعه وبحب بيناتهم اثنيناتهم يعني كانت علاقه عم بتعبر عن حب بيناتهم اثنيناتهم وانما اذا كانت عم تنعمل في رغبه من حدا وما في رغبه من حدا تاني او ضد قناعه حدا تاني او في شعور عند حدا تاني بانه هو خسر شيء او عنده شعور انه هو قدم شيء لا هيدا اكيد ساعتها رح تكون سلبيه يعني هون بترجع لقناعاتهم اثنيناتهم واكيد مهم كثير تنعاش بشكل ايجابي لانه هي بيكون لها دور كثير كبير بعدين هيدا موضوع حكيناه قبل نظرتهم اثنيناتهم للعلاقه الجنسيه شو هي قد ايه لازم تكون ناضجه كمان مفروض يحكوا فيها قبل ما قبل ما يقدموا على العلاقه صحيح ما في شك دونيز متشكر كثير على موضوع اليوم يعني. اكيد رح نرجع نلتقي فيك بحلقات مقبله وكمان متشكر المشاهدين لانه اتصلوا فينا وهلا قد كانوا كمان صريحين معنا اليوم شكرا لك دونيز